كشفت من نشتت الشغل هذا السكري، بس ما بعرف شو السكري اللي معي هذا الشيء. شايفينه هو، بس انه ما فكرنا انه سكر لحنا، قلنا يعني هيك ضعف عادي. وقت اللي هيك يساوي اجريه فزره صرنا عاد عم نركض فينا اظن. كشفت معي السكري وقت بديت كشفوا اجرينا وفزروا اجرينا اصابع اجرينا، عاد فحصنا حالنا لقينا معنا الشغل تبع السكر. طلعنا من دريا وجينا على الطيب انصبنا لحتى طلعنا. وقت طلعنا عدنا بالطيبة وتمينا بالطيبة لحتى كمان الطيبة انقصفت، عد اجينا نحن لهون عدنا. انا رحت على رحت تحكمت بوحده فلانيه مركز الخير، واعطونا فحصونا واعطونا دواء من عندهم. وين ما رحت اتحكم بهالمراكز يعطونا، كثير ناس يعطونا نص الدواء ونص الدواء الثاني نشتري. اما وقت رحنا على المركز هاد اعطونا الدواء كامل، واما اعطونا دواء على طول كامل. والله وقت سبت عرفت المرض معنا قالوا لي بدك المشي تمشي كثير، ودواء لا تفكر بجعل لا تفكر بشيء. قالوا لي اي شغله المشي وشيء كل شيء سكر هيك ما بدك تقرب ناحيته، والملح بدك تخفف الملح، اي شغلات هيك بده يخفف منها يعني يدير باله على حاله. امبارح قالوا لي انه اي شغله الجبنه بدك تغسلها، الزيتون بدك تغسله، المقدوش بدك تاكل، تاكل خيار وبندوره، خيار وبندوره بيحسب يعيش علي الواحد حاله. انا المادي تبعي جيب لحمي وسمك واكلات منيحه مشان السكري، ما بقدر اجيب، شو بدنا نسوي؟ اذا ما يجيبوه اما ناكل منه. اما ما لحسنا نجيب سمك ولحمه وشغلات هيك، لانه ما في مادي، ما في مصاري، ما في هاي. بس انه ما نقدر نساعده باللحمي، ما بنقدر نساعده باللحمي، بس انه بنعمل له هالشاي بلا سكر وهالاكل الموجود اما ناكل احنا وياه. والله هالامم بيعطونا شوي ومنا شوي، في ولدين عم بيشتغلوا صغار كمان بيدعمونا شوي. اما ندبر حالنا يعني شو بدنا نسوي؟ شو في امل للمستقبل وقف بعد عمل؟ في شيء امل؟ ما في امل لشيء. مثل بعض هذا يعيش كلياته.